مرحبا شباب قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. هاي المحاضرة هي المحاضرة الأولى بسلسلة محاضرات علم الأنسجة الخلوية، وحنلقي بيها نظرة عامة على الخلية. بداية، جسم الإنسان مرتب ومنظم ومكون من 4 أنسجة أساسية، واللي هن الإبيثيليال تيشو أو النسيج الضام، والكونكتيف تيشو أو النسيج الرابط، والمسكولار تيشو أو النسيج العضلي، وآخر شيء عندنا هو النيرفس تيشو أو النسيج العصبي. وهاي الأنسجة 4 تتكون من خلايا وأكسترا سيلولور ماتريكس. ومثل ما نعرف وأخذناها سابقاً بالمتوسطة والإعدادية، إنه الخلية تعتبر الوحدة الوظيفية والتركيبية لكل الكائنات الحية. فجسمنا يتكون من حوالي 60 تريليون خلية، واللي هو بالعدد اللي أبد مو قليل، ويمكن ما نقدر نتخيله حتى. ويحتوي جسمنا على تقريبا 200 نوع مختلفة من الخلايا اللي تختلف بالحجم والشكل، لكن اللي يربطهم هو انه كلهم عندهم نفس الخريطة مال البناء. شلون خريطة بناء البيوت؟ يعني لازم كل البيوت بيها صالة وغرف نوم وحمام ومطبخ وسطح وهيج الشي. هز لازم نتعمق اكثر بالكلام ونعرف انه الخلايا يقسموها الى قسمين، البروكاريوتيك سيلز والإيوكاريوتيك سيلز، واحنا حنحكي عن الأخيرة واللي هي الإيوكاريوتيك سيلز. الإيوكاريوتيك سيلز هاي عبارة عن كتلة من البروتوبلازم المحاطة بالإكسترنال بلازما ممبرين اللي يشكل حدودها الخارجية، واللي نقدر نمثلها بالحائط الخارجي مال البيت. هذا البروتوبلازم يتكون من شغلتين أساسيتين. أول شيء النيوكليوس، واللي هعتبرها آني المطبخ مال البيت، لأن ما حنقدر نعيش بدونه طبعاً. هاي النيوكلياس تحتوي على الجينوم اللي يتكون من الكروموسومات. والشيء الثاني الأساسي اللي يكون البروتوبلازم هو السيتوبلازم، اللي هعتبره آني الهواء اللي تارس الفراغ مال البيت، لأن موجود بكل البيت، حالة حال السيتوبلازم اللي موجود بكل الخلية. وانت شي تريد تعتبرهم اعتبرهم، المهم تعرف انه اكو نيوكلياس وسيتوبلازم. وهذا السيتوبلازم أشبه لك إياه بالجل المعقم مال الإيد بقوامه. وهذا الجل المعقم مو يتكون من 70% كحول؟ السيتوبلازم هم يتكون من 70%، بس هالمرة مو كحول، يتكون من 70% من المي. يحتوي بعد على بروتينات ودهون وكربوهيدرات وجزيئات عضوية ولا عضوية. وداخل هذا السيتوبلازم أكو تراكيب خاصة لها وظائف معينة تخلي الخلية على قيد الحياة وتخليها تأدي وظيفتها، واللي يسموها الأورجانيل أو العضيات الخلوية. بس مثل ما نعرف لكل قاعدة شواذ، هنا هم أكو شغلات شاذة. مثلا خلايا الدم الحمراء الناضجة تكون بدون نواة، وأغلب الخلايا تحتوي على نواة وحدة، بس أكو خلايا مثل الأوستيوكلاست والسكيليتال مسل تكون مالتي نوكليتيد، أي بمعنى إنه بيها تكون أكثر من نواة. وداير ما يدور هاي النواة أكو نوكليار إنفلوب، وداخل النواة أكو الكروماتين، ونلاقي بعد داخل النواة نوية وحدة أو نويتين. ولازم نعرف إنه تركيب الخلية الداخلية لازم يكون محور بطريقة معينة على مود يساعدها بتأدية وظائفها. مثلاً المسل سيل مهيئة على مود تأدي وظيفة الكونتراكشن، أما النيرف سيل أو الخلية العصبية مهيئة أن تسوي السيجنال كوندكشن، والكونكتيف تيشو مثلا الفايبروبلاست تسوي لنا السبورت، والجلانديولار ابيثيليال سيل مخصصة للسكريشن. وبهذا الشيء نكون خلصنا اللي علينا بما يتعلق بالنظرة العامة عن الخلية. هسه خلينا نعوف الأنسجة شوية ونسولف بالتاريخ. أكو فد عالم ألماني من وراء انتو هسه قاعدين تسمعون كلامي. هذا العالم اسمه شوان، والنوبة اجا واحد بعد وياه عالم نباتات اسمه شلايدين. قعدوا وفكروا وسووا تجارب طلعونا بنظرية الخلية اللي تقول كل الكائنات الحية متكونة من وحدات متشابهة التنظيم واللي هي الخلية. وهذا شوان بسبب ملاحظات على الخلايا الطبيعية للحيوان اعتبروه هو الأب المؤسس لعلم الأنسجة الحديثة. إجانا عالم أمراض ألماني لاخ اسمه فيرخو، افترض إنه الأمراض أصلها من السيلز، يعني لا من التشوز ولا من الأورجنز،
وبسبب أنه هو أول واحد استخدم الميكروسكوب والعينات النسيجية كأساس لدراسة الباثولوجي، ينسب إليه الفضل باعتباره مؤسس علم السيتوباثولوجي الحديث. وبمرور السنوات والعقود تطور العلوم الطبية بحوالي قرن بعد هذا الكلام، من عرفوا شكل الخلية تحت اللايت والألكترون مايكروسكوب صارت أشياء أساسية بالتشخيص والعلاج والكلينيكال مانجمنت عدة أمراض شائعة ونادرة، وعاش وعيشة سعيدة. هسه خل نجي نراجع اللي أخذناه قبل محاضرة التاريخ هذه، لأن أدري طيرت نص المعلومات شرحتها، فخل نتذكرها سوا. أول شيء عرفنا إنه جسم الإنسان منظم من 4 أنسجة أساسية. بعدين عرفنا إنه الإيوكاريوتيك سيل تتكون من بروتوبلازم يحيط بيها بلازما ممبرين خارجي. وعرفنا بعد إنه تركيب الخلية الداخلي محور بطريقة يساعد الخلية بالوظائف الخاصة بيها. وآخر شيء بمحاضرة التاريخ مالتنا عرفنا إنه شوان وشلايدن هم اقترحوا السيل ثيوري. هذا القدر من المعلومات يكفي لليوم اللي حكينا بيه فد مقدمة بسيطة عن الخلية. أشكركم لأن بقيت وياي لهاي اللحظة. نشوفكم بخير ومع السلامة.